شال عندي مزرقة ستوري وانا حنرقد احتضبك شهر الساعة الواحدة ولا 12 والله ما على بالي كانين ثلاثة تسمى غير ما كليك سرو لسانهم باش يشوفوا الجنة ابليس لعنت الله عليه وفرعون والخواص في الجزائر سرتو الخوا ابليس باين فرعون هي خلاص حكايته والخواص في الجزائر نوصيكم منظر ان شاء الله تكونوا تشوفوني كاع اي واحد خاص في الجزائر عنده خدامين غير عيش حياتك بروفيتي ماكسيموم باسكو الجنه هذيك تاع تصدق وتزكي غير تخسر في درامك باطل باسكو مدعاوي الخدامين اللي زراقيتهم وحكرتهم حق ربي ما تدخل وما تشوف ريحه الجنه ماشي الجنه بيدي حاشا ولله اني عيان اني نعسان شوي نهضر بركينه بصح وصف الجزائر جماعة واحد خاص عنده خدامين يخدمهم وهذوك الخدامين عندهم عائلة يعيشوهم بيها شعري راه موفل على بالي راه قد هذه قد هك وعندهم عائلة وعندهم عائلة يخوفوا عليها سما راهم حاملين باسكو عندهم كريدي عندهم كريات دار عندهم راح يتزوجوا عندهم راهم حاملين واش راك دير فيهم باسكو لا غالب نقسم لك بالله يا جنة ما تشوفها ورانا في الجمعة دخلنا في الجمعة ولا عليها ساعة الإجابة يا ريحة الجنة ما تشمها يا الحقار أكبر غلطة داروها في الجزائر الخواص كم شوية لاباس بخير قبل ما ندير لي ستوري هادو عندي بروبليم في تليفون برك كي نطفيه باي شارجي نبرونشي لو شارجور يدير لي تريونجل صفار علاش زعما بروبليم في تليفون ولا في شارجور هادي راهي تصرالي علاه في التليفون باي شارجي ونبرونشي خرج لي تري شغل يخرج لي بلي راه مبرونشي الكاب تخرج لي تريونغ صفراء علاش قلت صفراء ولا حمراء ايوا شاو صافا شويه لاباس الله بيان هذاك الفيديو تاع ستوري تاع البارح على بريفي وكذا وكذا المهم رد ريبوند لي واحد ماشي راه نهضر عليه دونك سما زعما اثر فيا ولا غاضني الحلال باين بلي هي كاينين زوج حوايج كي ترجع على حبسه ولا تكومونتي الحبسه يا اما عجباتك يا اما وجعتك ما كاش ثلاثه كاينين زوج يا عجباتك يا وجعتك اللي عجبتهم وجعت واحد برك هذا هو كي بدالي زعما شوافرة محسوب قال لي حتى شوافرة ثاني يروحوا للجنة هذوك يا تروح للجنة ولا تروح للنار حبي تروح للجنة ربي يعاونك تحبي تروح للنار ربي سهل شغلك كيما تحب ماشي هنا حتى هنا نورمال وكي بداها بكلام طيب نورمال انا عادي ما وليتش نتقلق باسكو جامي دير طيط هكذا تكتبها طيط لازم ما كاش طيط هي مامو اللغة تاعنا ما كاش طيط باسكو حنا من ناس مربيين ناس مثقفين ناس قاريين ما عندناش طيط هكذا بيناتنا في القصر معليش ما يهمش انا ما علاه فتحت له الميساج هذا كاع من الاخر قال لي والله غير انت حساد وقلبك كحل وماشي مليح نورمال حساد وقلبك حل وماشي مليح انت شدها هذيك شغل حشتني باللي حسدتك الله يسهل عليك قال لي والله غير شوفور تبقى شوفور انا على هذه بالذات اللي فتحت له الميساج كي قال لي والله غير شوفور تبقى شوفور هو ما على بالوش بلي انا حياتي كاع يعني حياتي كاع على هذه راني عايش فيتاز وفولو هذا واش حياتي كاع ما تمنيتش انا نشري طيارات ونشري بابورات وجامي قلت لكم حاب ندير حاجه قلت لك تبربي ندير سيمي واحد برك ونزلاقيكم كاع معايا قلت لي قدرني ربي ندير سيمي واحد تسمى ما راحش نكون خاص نخدم 60 خدام ونزلاقيهم واحد ونزلاقيكم كاع معايا في السياحه ولا في الوارع هو كي قال لي هكذا عم بالو زعما نتألم ونتأسف ونصرى لي صدمة كبيرة ونحزن وندخل في شامبرة مغلوقة ونغلق على روحي بالظلمة ونقعد 6 شهور وانا هكذا حتى يولي شعري يطيح طلع لي المورات اقسم بالله غير هو جازي هبط لي المورات طلع لي المورات قال لي ان شاء الله شوفور تبقى شوفور انا جامي كنت تمني تكون طبيب انا بكري كي كنت نقرا في الابتدائي اقسم بالله كان يقولوا لنا واش تخرج واش تمنى تخرج كي تكبر انا جامي قلت لهم نخرج طبيب وما غير نروحوا للطب والطياره ونكتب له هكذا سائق مسافه طويله هذاك الشيخ
قد الصفحه، تعال تعال الكراس هذاك 96 صفحه قدو من الطرف للطرف، سائق سنة. سائق مسافه طويله، كنت مكتب له غير كل سائق مسافه طويله. والحمد لله حتى دوكاتيك راني عايش 90% من الحلم اللي حلمته في حياتي كومبلي. واش مازال لي؟ مازال لي لكتبني ربي طار كبرت هذيك الدار اساس، اقسم بالله راه قلبي محروق على الدار اكثر من على الزواج. الزواج ما على باليش قد ما محروق على الدار، باسكو باش تكون اناس وعايش اناس ومليح لازم يكون عندك دار. ربي يرزقكم كاع وانا معاكم. وحاجه واحده اخرى تسمى هو حق دعالي جاي دعالي عليا دعالي كثر خيرك على بالي وزيد واشنو ماما مو انا نبروكي باسكو هو اللي انا قاعد هكذا انا ثاني لقيته ما طلقتوش بروكا روحو شو طب وخرج. يا المزلاقي يا المزلاقي يا المزلاقي. وزيد ثاني كاينه حاجه، انا وحق ربي في حياتي تمنيت نكون غني باسكو انا كيما راني عايش انا راني عايش انا راني خدام باه نعيش انا راني خدام باه نعيش. فرق بين تخدم باش تعيش وبين تعيش باش تخدم. انا راني خدام باه نعيش، نجيب دراهم باه نصرف على عمري باه ناكل باه نشرب باه نحوس. الدراهم كيما اللغات، كيما اللغات اللي نهضروهم في العالم بار اكزومبل. دوك اللغه تاع الدراهم لغه التواصل. دوك نعطيك مثال، انت تروح لاشين، تروح لاشين الموحد كل تعرف الشينويه، ما تعرفش الشينويه واش هي اللغه الزوجه تاعك اللي تقدر تهضر بها. دراهم تروح تشري في حانوت ما تعرفش هذيك القهوة واسمها ولا هذيك العبسة شحال دير، تعطي له دراهم هو يبيع. تروح التاكسي تعطي له لادريسة تعطي له دراهم، يديك لغة التحاور لغة التواصل ماهوش أنا باسكو لو كان الدراهم صح ملاح ربي سبحانه ما يخليش فرعون ماشي فرعون قارون عبرة. خير انت المولى وعنده الدراهم الناس ولا تقول يا ليتنا أوتينا ما أوتي قارون، علاش ربي سبحانه خسف به الارض؟ شغل الناس كفرت بربي وامنت بقارون. يا ليتنا اوتينا كما اوتي قارون، شحال كانت عندهم الخزائن اللي يرفدوها والخدامين اللي يعسوها وكذا وكذا. يعني الدراهم عمرهم ما كانوا هما الصح، العكس الدراهم لغه التواصل. انا انت صاحبي وانا صاحبك ونتواصلوا تلاقاو نشربوا قهوه. دوك انا ما نصمتش عليك وانت مصم، وانا في حياتي ما صاحبتش واحد مرفا اقسم بالله. في حياتي تمنيت يكون واحد صاحبي وان شاء الله كاع ما يستحقش واحد ماشي سماكي واحد مرفاه عنده طونوبيل تحسبوه مرفاه. نو هذوك اللي هذوك ما تصاحبوهمش ابدا. واش مزلاكين يا مزلاكين؟ كي قلت لكم دار ماشي ما عنديش دار، لا الحمد لله عندي دار وبيتزا، وانما دار تاع الدوكس. دوك حنايا في اربعه زوج كوره مزوجين ومازالوا زوج. انا هو من هذوك تاع الزوج، انا هو واحد اللي صغراني هذاك وراه حاب يتزوج، واللي تزوج قل مني بصح نورمال. انا ما عنديش ماشي زعما زعما من هذوك اللي حار على الزواج ولا ماشي حار. انا حاب انا كي نتزوج نتهنى ما نبقاش نكون باطي انا في الدنيا نتزوج مراه ودراري ونكون باطي. وانما الدار تاع الدوكس حنا في ربعه ويمنا زوج متزوجين ومازلت انا واحد اخر قلت لكم عليه ويمنا. تسمى الدار تكبر والدار كي تكبر واش يصرى معاها؟ يكبر المشاكل باينه. هذيك انا ما نسيقش، هذيك انا ما نطيبش، هذيك انا ما نغسلش، هذيك انا مانيش خدامه عام جد بها، هذيك انا هكذا، هذيك انا هكذا. تسمى من هذاك الجانب كي انا واحد دخل وكان جيت امراه ويجي واحد يخطبني ما عندوش دار نضربه بالطالون تاع الصباط. أنا نقصر ما تزعفوش هذا قراي انا كل غير تزوجوا في الدوكس في الشالي في السيمي في الكوشات. المهم تزوجوا نحو تزوجوا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تناسلوا تكاثروا، تزوجوا تناسلوا تكاثروا. الامه مؤكله ما نشعر تسمى قووا الناس كثروا باش الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك باش اتباهى بكم امام الامم يوم القيامه. تزوجوا ما ديروش عليا انا بالك عندي امورات اولى من الزواج. صح كاينه موطو من بين موطو لو كان تخير لي بين عروسه وموطو بسم الله غير تجيبها لي بلوغ بلونش وتجيب لي موطو كاش زاد ويسو ولا زاد 100 في النيلو حق الله غير ندي زاد 100 اقسم بالله.
عييت مزراكين. اليوم سوجي على الزواج، وفيما يخص الزواج هنايا لا فامي تاعي بوجهها عندنا واحد الميزات ماشي كاع كيما العباد. اولهم ما برطلنا حتى في واحد، اقسم بالله من قادم الزمان شاب من بكري حنايا ما على باليش واش من المالك نبانا شمال افريقيا شيبين كنا عايشين. عندنا واحد 5 قرون هنايا ورانا عايشين دوكا مناه من تغنات. احنا عندنا تغنات والله نغن 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 نغن. وحاجه الزواج ما كاش واحد في لافامي تاعي تاع بوجهها تزوج تحت 30 سنه كاع يزلاك 40 50 60 تيري برك. المهم ما يزوجش باسكو علاه ما يبغوش يترب خنوقين، يبغوا لا ليبرتي. وحاجه واحده اخرى والله كيما نحكي لكم ما كاش لافامي تاعي انا بوجهيط ولا فامي بوجهيط. انا كي نلقى واحد بوجهيط في ليبيا فاميتي باسكو حنايا شغل باينين فهمتوني. شغل حنايا كي نلقى واحد بوجهيط شي زعما كاينين بزاف اللي قال لافامي تاعو بصح جامي يعرفوا ولا ما يتعرفوش اصلا. انا كي نلقى واحد هكذا منين ذاك نروح غير لزان نروح الوهرم نلقى لافامي بن عمي صاح بن عمي. حنايا عندنا حاجة واحدة أخرى من غير أنه ما نتزوجوش صغار وين نروحو نقعدو وين يروح زعما راه 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 الوهرن عجبو الحال في وهرن يسطالي راه في عنابة عجبو الحال كاينة في عنابة كاينة في وهرن كاينة في كاينة في في غيليزان تجي تجدي واقيلا كاينة غيليزان في لافيل كاينة 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 في مستغانم واقيل. وبن عمي كي يروحوا كاينه في الشرق الشرق في عين فكرون واقيلا جي تاجنا الحوايج كيما وين يروحوا يقعدوا طب ما يوليش طب اللي راح ليترونجي الا راح لفرنسا باش ليترونجي كاع كاينه في الطاليان في فرنسا كاينين من شعر في كندا حق الله ما يولي. والا راح ليترونجي ما يوليش ابدا ابدا. تسمى حنا بوكاتيك كي بكري لا جاي خلاص هنا لا جاي يقول لك لا فامي وجهت الله لا يعطيهم هجرة باسكو علاه الى هاجر طب دي جونكتور طب السلام عليكم ولا اخبار ولا رساله. انا راني هنا في الجزائر وراني مهاجر غير شرعي هذه هي. تسمى ما تستغربوش كي تشوفوا لي بوجهات كيما هاك ما تستغرب خطره صح كيما نقول لكم خطره بعثني واحد فيسبوك بوجهات فيسبوك تاع بوجهات هو ثاني دي كاتب بوجهات من بعد صافا قال لي انت بوجهات قال لي وين صوت لهم سكون في الكاطا بلاصه فلانيه كذا كذا قال لي ما انا الشيخ تاعنا فما هو هذا في عمره 30 سنه عمره جا استغفر الله يا ربي جا دوفوا في عمره 30 سنه بالك يشوف فيا ضبط في عمره 30 سنه عمره جا دوفوا كي كان بيبي صغيوة. ها احنا وين نروحوا ونديروا النسل شنو بعد 30 قبل 30 غير نسل. اليوم شغل نهار تاريخ تاع بوجهيط وفي 1940 حتى قريب الاستقلال كاع كانوا عايشين في لاكاسبا. انا عندي بزاف سورتو البنات بنات عمنا وكا راهم جدود راهم كبروا كاع كاع زايدين في لاكاسبا عام في قصبة. وكاينين من بعدها في وقت فرنسا كي بدات فرنسا تكسر راسها وتضغط عليهم وكذا قلت لكم احرار هربوا هربوا راحوا للبلاد قال لك في البلاد يا خويا حنايا ما هنايا خير. وكاينين نص هبط ونص قعد هذوك اللي مازالوا اليومين في لاكاسبا بصح قد قد ما على باليش الدار باسكو انا هذوك ما نعرفهم في التسعينات كنا نتعاملوا من بعد جات الارهاب الحالات الطلاقه مي مازال كونتاكت اليومين هذا بصح وين دارهم في لاكاسبا ما على باليش عندهم رود هكذا كومبلي. نعم تاريخ تاع بوجهيط ياتي من القصبه الجزائر العاصمه بوان دي زد بوان كو امن اقسم بالله غير حقيقه امن نقعد قلت لك من بعد كي امنتوا هاياك هذه ماشي كذبه صح والله. ومن بعد كي كاش نروح نقلب عليهم في لاكاسبا ندي حاكم وخاليمو وجدوا رواحتكم ونروح. ومن بعد كاين الكبار تاعنا يعرفون باسكو كاع كانوا يروحوا عندهم. ومن بعد حنا لا جينيراسيون تاعنا شغل ما كانوا هما يجوا طون كاتوزون طون بعد لا جينيراسيون تاعنا ومن بعد لا جينيراسيون تاعنا ما هاكو تعرفوا مزلايا كاع واحد محاوس على واحد هذه حاجه باين. سينو نحن سكننا في القصبة مدة طويلة ولكننا نحب الحرية إلى اللقاء. هذه هي التاريخ إن شاء الله ما تكونوش مللتو باسكو أنا جاتني على الهضرة. لو كان جيت أنا على بالكم أنا ما بغيتش ندخل في السياسة لو كان دخلت في السياسة نهضر ويدوني واحد 160 سنة حبس أنا موت وما يمدوش الموالية يدفنوني والله باسكو نحب نهضر.
نرتاح كي نهضر كي نهضر نرتاح كي يكون عندي مش هذه كيما قلت لكم داير رفده برزي وافراس برزي شما باش تفهموا شما تاع اللي يخدموها تاع العقده ماما نخدمتها بكري كنت نبيعها كنا نخدموها بالكرمه نعم بالكرمه نشري الورقه في السوق ونلبسها ونحطمها ونجيب الكرمه ونشعل النار ونخلطها وندير الماء ونبيع الشما خدمت بالخدمة هذه يديروها عندكم الكرمه القبائل يعرفوا هذه الكرمه من بعد درك يمشي مور مازدا هذا السيد لانه شطري آه يا من بعد الاخر درك نيطو غوش درك نيطو دروات باش زعما زير لابيس ودار غوش جا داك الانوش دخل فيه دخل فيه من اللور راني نقول لك ديك المازدا ما صرا لها والو بصح هذيك الطونوبيل تاع الانوش ما نحكي لكمش مسكينه كيفاش